يا جماعة الأرحام هن أبوك وأمك، أخوك وأختك وأولاد، عمك وعمتك وأولاد، خالك وخالتك وأولاد، ثم أدناك فأدناك. قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته في القرآن ملعونا في 3 مواضع. الله قال للرحم في صحيح البخاري: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله: هو لك. جاء رجل إلى النبي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال النبي: لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك، أنك تسفهم المل، يعني الرماد الحار بوجه. بعدين يا أخي، النبي في صحيح مسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي في صحيح مسلم قال: ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يوم القيامة. فمن العلماء من قال أنه أنت تكون ماشي يوم القيامة على الصراط فتطردك الرحم، تقول إما تقول ربي سله لما قطعني، أو تكون للإنقاذ، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى. يا جماعة الأعداد والأرقام في الدين اجت توقيفية، يعني النبي هو اللي علمنا إياها. مثلا عدد ركع الصلاة، عدد الأذكار اللي بعد الصلاة، مثلا المعوذتين 3 مرات، قل والله أحد 3 مرات، مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، بسم الله 3 مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، في أعداد النبي علمنا إياها. أما يجي شخص مثلا يخترع لنا أعداد، مثلا يقول لك اقرأ 40 مرة سورة ياسين لتفريج الكرب، أو مثلا اقرأ 40 مرة سورة الزلزلة لزلزلة النحس، أو 818 مرة يا بصير بعد العشاء لكذا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الدين ما ناخذه من المجربات، لأنه راح نفتح على حالنا باب شر عظيم. الدين ناخذه من قال الله قال النبي. في أمور وردت على إطلاقها، مثلا التسبيح سبح قد ما بدك، صلي على النبي قد ما بدك، اقرأ سورة البقرة قد ما بدك، ورد الحديث على إطلاقه، ما فينا نقيده. أما في أمور اجت بالعدد، أما أنا أجي اخترع أعداد من عندي ما بيجوز يا جماعة. هذا والله أعلم، لأنه النبي قال في صحيح مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو عليه رد. هذا والله. يا جماعة رح أسأل سؤالين، ويلي يعرف جوابهم بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب، لا تواخذوني، هاي مكافآتي وهاي إمكانياتي. السؤال الأول: فرض أن شخص اتصل بصاغ الذهب، قال له خلي لي 10 غرامات بكرة أو بعد بكرة بدي أجي أخذهم، وحددوا السعر عن طريق التليفون، يعني ربطوا السعر عن طريق الهاتف، هل هذا يجوز أم لا؟ السؤال الثاني: إنسان قال لزوجته أنا بطريق وأنت بطريق، طبعا نيته أنه خلاص يتخلص منه، هل هذا يقع طلاق أو لا؟ أتمنى أنه تجاوبه. يا جماعة يلي يقدر يعمل إحجامة لنفسه لا يقصر، لأنه النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. والنبي في صحيح البخاري قال: الشفاء في 3، منها شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار. شرطة محجم يعني الحجامة، والحجامة ما إلى أيام محددة، لأن كل الأحاديث الواردة عن تحديد أيام للحجامة كلها لا تثبت عن النبي. والذي ورد عن الإمام أحمد أنه كلما هاج به الدم كان يحتجم. هو ورد أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث. ليس بمعنى خبيث أي أنه حرام، هو مثل البصل، يعني خبيث ليس المقصود أنه حرام والله أعلم. يا جماعة لمس الكلب لا ينقض الوضوء، لكن إذا جاء شيء من لعاب الكلب أو رطوبته أو عرقه على إيدك أو على ثيابك وجب غسل المكان مرة واحدة، لأن رطوبته وعرقه ولعابه عند الجمهور نجس بخلاف بعض المالكية والله أعلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن عباس: المقام المحمود هي الشفاعة. وقال أبو هريرة كما عند الترمذي: سمعت النبي يقول في قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هي الشفاعة. وقال ابن عمر في صحيح البخاري: حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أما أثر مجاهد: إن الله يجلس محمد بجانبه على العرش، فذلك المقام المحمود، لا يثبت ولا يصح على فرض ثبوته. فقول مجاهد هو تابعي جانبه الصواب في هذه المسألة. كل يصيب ويخطئ، حتى الصحابي يصيب ويخطئ، أبى الله أن تكون العصمة إلا لسيد الخلق وحبيب الحق محمد. بعدين قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل الله والرسول قال بهذا؟ لا والله. بعدين النبي قال: أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أنا أنا، بس ما قال أنا الذي يجلسني الله بجانبه على العرش. بعدين النبي في صحيح البخاري قال:
من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل الله وعد النبي محمد أن يجلسه بجانبه على العرش؟ أستحلفكم بالله جاوبوا يا ناس. قال النبي من قال هذا الدعاء وجبت له شفاعتي. فهذا دليل على المقام المحمود هي الشفاعة. لا حجة إلا في محمد. لما أنت بدك تحاججني حاججني في محمد، والله أعلم. يا جماعة، في بعض الناس يلي يشتغلوا بقطف البطيخ والترعوزي والخضرة عم يفيقوا بكير الفجر على شغلهم قبل ما تطلع الشمس وتحرقهم وهن عم يشتغلوا، ولما يكونوا معطلين عم يناموا للظهر ما عم يفيقوا على صلاة الفجر، يعني يحسبوا حساب لشغلهم مشان الشمس ما تحرقهم، وما يحسبوا حساب لصلاتهم مشان نار جهنم يوم القيامة ما تحرقهم. يا ناس، والله الله ما كلفنا فوق طاقتنا. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا أنت إلك نية تفيق على صلاة الفجر راح تفيق، يعني نام بكير، اضبط المنبه، صلت اهل بيتك، اعقد النية راح تفيق. اما اذا مو همك ما راح تفيق. النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي نام عن الصلاة، قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه. فيا اخي، نصيحة لوجه الله، فيق على صلاة الفجر لانه الاخرة اهم من الدنيا. بعدين يا اخي، انا دائما ادعو انه الله لا يجمعني بناس ما يصلوا صلاة الفجر، لانه النبي قال من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، وفي رواية الصبح والله اعلم. في مجال حسابون زكاته؟ قديش مرتد الأخير؟ 45. ماشي، في مشكور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لحظة يا أخي، شو رأيك تاخذ قنينة الزيت مشان تكمل الطبخة معك فرد مرة؟ طبخت شو؟ أخي أخذت كيس بلكي رز، يعني بلكي نسيان إنه أنت تحاسب. أعطيتني بسرقة؟ بلكي نسيان، أنا ما أخذت لك، بلكي نسيان مشان أنت صاحب المحل شي؟ أخي النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولو ما كان صاحب المحل، مشانك، مشان تحفظ حالك من عذاب الله في الآخرة وتحفظ حقوق أخوك في الدنيا. والله مشانك يا أخي، لا تنزعج، إذا ما معك أنا أدفع حق الرز. والله ما معك. خلاص ما معك، توكل، احسبوا علي يا اخي، احسبوا علي. والزيت؟ خذه، توكل على الله. ادعي لنا الله يفرج عليك. الله يبارك عليك، بس شوي ماجي الله. اخي مو ضروري تتلكح، الله يبارك فيك. يا جماعة، لحم أهل الكتاب اليهود والنصارى يجوز أنه أنت تأكل منهم، لأن النبي أهدته يهودية شاء فأكل منها، والله قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام بمعنى اللحم، إلا إذا ذبح باسم العزير أو باسم الصليب، أو مثلا كانت منقودة أو منخنقة ضربت على رأسه وماتت، أو صعقة وماتت، فحرام ولا يجوز. أما الأصل يجوز أنه نحن نأكل إذا ما تأكدنا، لأنه نحن نبني على الأصل وهو الجواز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري سئل يا رسول الله إن أناسا أهدوننا اللحم لا ندري أسموا الله أم لا، قال النبي سموا الله وكلوا والله. يا جماعة، لو شو ما صار معكم ما بيجوز تروح لعند مشعوذ ولا عند دجال يطلب اسم أمك ولا اسم أبوك ولا يطلب أدوات ولا يقول لك أنا أتعامل مع الجن. أعوذ بالله. النبي في صحيح مسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. بعدين التعامل مع الجن ما بيجوز في شريعتنا، في زمن سليمان عليه السلام هذا خاص في سليمان، أما في شريعتنا ما بيجوز. النبي في غزوة الخندق ما استعان بجني واحد يحفر معه. النبي في كل الحروب ما استعان جني يحارب معه. النبي لما سحر ما استعان بجني يخلصه من السحر. النبي لما ضاعت قلادة أسماء التي كانت عند زوجته عائشة ما استعان النبي بجني مشان يبحث عن القلادة. على أي أساس تروح عند مشعوذ يقول لك أنا أتعامل مع الجن؟ قال الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ما بيجوز تتعامل مع أي جن سواء كان مسلم ولا غير مسلم، هذول كلهم مشعوذين. قال الله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. هذا والله أعلم. أخي لحظة بعد إذنك، هون حق الملعب، اللي يخسر يدفع ولا على الكل؟ بيخسر يدفع. لا ما بيجوز يا أخي. لا يحلى، ما بيجوز، الكل لازم تشتركوا وتدفعوا حق الملعب. تروح المتعة. ما بيجوز، حرام، ما بيجوز. الله يبارك فيك. حق نعش حالي وعلى النصب وعلى السرقة وهلا على جاء عطابة بدي لعب. يا جماعة، رح أسأل سؤال يلي يعرف جوابه بإذن الله له مكافأة، والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب. لا تأخذوني، هاي مكافأتي وهاي إمكانياتي. إذا كان آدم خلقه الله من طين والشيطان خلقه الله من نار، طيب الولدان المخلدون اللي يخدموا أهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون، هدول الولدان من شو مخلوقين؟ أتمنى أنه تجاوب.
يا أخي مين يلي رزقك؟ الله. طيب مين يلي ألهمك تتصدق؟ الله. طيب مين يلي يسر لك فقير حتى يقبل منك الصدقة؟ الله. طيب مين يلي رح يبارك لك مالك بعد هاي الصدقة؟ الله. طيب بالآخرة مين رح يثيبك على صدقتك؟ الله. فهل لك من هذا الأمر شيء إلا بيد الله؟ فتوكل على الله لأنه كله بيد الله. لا إله إلا الله. يا جماعة الخضروات عليها زكاة ولا لا؟ يعني إنسان عنده أرض اطلع له بندورة بطاطا خيار هل عليها زكاة ولا لا؟ جمهور العلماء يقولون ما عليها زكاة لأن النبي قال ليس على الخضروات زكاة، لكن هذا حديث ضعيف. الأحناف يقولون عليها زكاة لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فعليه أختار قول الأحناف في هذه المسألة. وكمان ذهب الزينة على المرأة عليه زكاة ولا لا؟ جمهور العلماء يقولون ليس عليه زكاة، استدلوا بحديث ليس على الحلي زكاة لكن هو حديث ضعيف. أما الأحناف يقولون عليه زكاة، فإذا بلغ النصاب وحال الحول أختاروا القول القائل وهم قول الأحناف بأنه عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول. الدليل على ذلك أن امرأتان أتتا إلى النبي تسألانه مسألة، فرأى النبي عليهما سوارين من ذهب، قال النبي أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال النبي أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال النبي أديا زكاته. والنبي قال من آتاه الله ذهبا أو فضة ولم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها جباهه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مقعده من الجنة أو من النار. وكذا النبي في صحيح البخاري قال من آتاه الله مالا، الذهب مال والمال ذهب، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقال له أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي قول الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الذي عندي في الباب وأمسك عما سوى هذا والله أعلم. يا جماعة بعمركم لا تقنطوا حدا من رحمة الله. في رجلين من بني إسرائيل، واحد عابد واحد مسرف على نفسه، فالعابد قال للمسرف على نفسه إن الله لن يغفر لك، فقال الله في صحيح مسلم من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. فلا تحكم على فلان أنه هو من أهل النار ولا فلان من أهل الجنة، كله بيد الله وحده. ولا قنط حدا من رحمة الله. بزماناته كان في شاب مشكلجي، فمرة من المرات فات على المسجد فرآه إمام المسجد، قال له أنت شو جابك على المسجد؟ قال له أترك لله سبحانه وتعالى بابا مفتوح. مرت الأيام، هذا الإمام أخذ حملة فوج وراح على الحرم على مكة للعمرة يعني، وهن عم يطوفوا حول الكعبة رأى رجلا معلق على أستار الكعبة يقول يا رب تبت إليك. فقال هذا الإمام ترك بابا لله مفتوح ففتح الله عليه جميع الأبواب. فلا تقنط حدا من رحمة الله. سلام عليكم. يا جماعة الداعية إلى الله لازم يكون قوي مثل الجبل، لا يهمه انتقاد ولا كلام الناس. بعدين إذا كان اللي حساس يسمع لي كلمة من فلان ولا علان يتركه يمشي ما رح يمشي حاله. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح مثقال الصخر بديناري، فإن سمعت كلاما فيك فجاوزه وخل قائله في غيه ساري. ما ضرت السماء لو نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري. فنصيحة لوجه الله لا تلتفت لكلام الناس، امضي قدما، لأنه انت لو ما كنت ناجح الناس ما راح تتكلم عليك. فشي عادي انه الناس تتكلم عليك، يعني تكلموا على سيد الخلق محمد، تكلموا على الله. فانت اذا ما كنت ناجح الناس ما راح تتكلم عليك. بعدين تشوف لي يمكن انسان مثلا قاعد لي على اريكه تبعه على المخده ويشوف مثلا المنشور تبعك، اذا كان هذا المنشور قال الله قال النبي الا بده يعلق، قاعد لي على الاريكه تبعه وعم يعلق لك وينتقد لك وما بعرف مين. فنصيحه لوجه الله لا تلتفت الى كلام الناس. قد تشوف مثلا انتقاد بالفيسبوك ولا انتقاد من الناس ولا انتقاد من اللي حواليك ولا من أقاربك، لا تلتفت، أخلص النية لله سبحانه وتعالى وتوكل على الله لأنه رضا الناس ما رح يهمك. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. قال الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فسلاما. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جماعة، كان في رجل يتهم بمارية أم ولد رسول الله، فأمر علي بضرب عنقه. طبعا هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس. فبحث عنه علي فوجده في ركي ماء، يعني كان عم يبورد، فقال له علي أخرج، فناوله يده فأخرجه علي، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه علي وذهب إلى النبي فأخبره، قال يا رسول الله إنه مجبوب ليس له ذكر. طبعا أنا أوردت هذا الحديث وهذه المسألة حتى إذا عرضت عليكم هذه الشبهة تعلمون أنه ليس له ذكر. هذا والله أعلم. سلام عليكم. أيها المظلوم من آذاك، كفكف دموعك فالقدير يراك، وجه سهامك للسماء بدعوة فالله يعلم ما الذي أبكاك. النبي في صحيح مسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في صحيح البخاري قال النبي إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة وبين النار يتقاصون مظالم بينهم كانت في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فحملها العلماء على أنه يجوز الدعاء على من ظلمك. قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع دعوة المظلوم إلى ما فوق الغمام يقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي في الصحيحين قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا جماعة، لما أقول حديث ضعيف ولا حديث مكتوب مو من بيت أبوي ولا من رأيي الشخصي أجيب. يا جماعة راجعوا علماء العلل الأولين مثل الشافعي مثل البخاري مثل أبو حاتم الرازي مثل يحيى بن معين الدار القطني غيرهم. فنصيحة لوجه الله، أتمنى أنه لما تشوف حديث تتأكد من صحته قبل ما تحكم عليه والله أعلم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، روح الله ليست صفة لله، هي أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كأن نقول بيت الله ناقة الله والله أعلم. يا جماعة، قسوة القلب تجي من ترك ذكر الله، تجي من ترك القرآن، تجي من ترك الصلاة، تجي من المعاصي، معصية فوق معصية، معصية فوق معصية، القلب يتغلف بالسواد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، يعني مسحت، فإن زاد زادت، يعني حتى يغلف القلب. ثم تلا النبي قول الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأفضل علاج لقسوة القلب هي الاستغفار. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة، المي لا له لا طعمة ولا ريحة ولا لون، وقد ما شربنا منه ما نمل، لأنه هو أساس الحياة تبعنا. ومع هيك في ناس راكضت لي ورا تريند وتصرف بها المي وما عم تحافظ على المي، وفي بعض الناس بحاجة إلى قطرة مي. قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يا جماعة، أي عمل يرتكز إما على عبادة أو عادة، فالعمل اللي أنت تعمله شوفوا هذا عبادة، إذا كان عبادة بده دليل، أما عادة العادة ما تلزمني، لأنه أنا ما بدي أجيب شيء بالدين. قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو عليه رد. ودير بالك تحول العادة لعبادة أو العبادة لعادة، انتبه. هذا والله أعلم. يا جماعة، الطلاق على الحائض وعلى الحامل وعلى النفساء واقع. هو إذا إنسان طلق زوجته وهي حائض الطلاق واقع، بس هذا اسمه طلاق بدعي، يعني هو آثم خالف السنة، لكن والله الطلاق واقع، وهذا قول المذاهب الأربعة. هو في قول آخر لأبي العباس بن تيمية يقول أنه لا يقع، لكن أبي العباس بن تيمية جانبه الصواب في هذه المسألة لأنه أخذ رواية مبتورة. لما عبد الله بن عمر طلق زوجته فأمر النبي بإرجاعها، فلما رجع سئل عبد الله ابن عمر أيعتد بتلك التطليقة؟ قال نعم، هي يعتد بتلك التطليقة غلط، هي أيعتد بتلك الحيضة، يعني هل هذه الحيضة تعتبر من العدة؟ فابن تيمية أخذ رواية مبتورة. ملخص القول، جمهور العلماء المذاهب الأربعة يقولون الطلاق على الحائض واقع واقع واقع. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا جماعة، النبي في صحيح مسلم كان إذا قرأ آية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وكذا ابن عباس إذا مر بآية فيها أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بكاف عبده، كان يقول بلى سبحانك اللهم فبلى. وكذا عمر بن الخطاب لما دخل على صلاة العشاء فوجد الإمام يقرأ في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون رفع بأعلى صوته قال أشهد أشهد. فأنت لما تمر بآية فيها تدبر اتدبر. هذا والله أعلم. سلام عليكم.
يا جماعة الحديث المشهور بين الناس: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، إلى أن قال النبي لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث كسند فيه ضعف وكمتن فيه نكارة، على فرض ثبوته محمل على نفاق الاعتقاد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذول الكفار على نفاق الاعتقاد. أما المسلم أحيانا تزل قدمه ويذنب في السر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن: إن الله يدني العبد المؤمن من كنفه يوم القيامة فيقول له: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال العبد: بلى يا رب. قال الله: سترتها عليك في الدنيا فأغفرها لك في الآخرة والله أعلم. يا جماعة راح أحكي قصة، والقصة في صحيح مسلم، شوي طويلة، راح اختصرها على قدر استطاعة وأحكيها باللهجة العامية لأنه في بعض الناس تصعب عليهم اللغة الفصحى. في ملك كان عنده ساحر، وهالساحر لما كبر وخطر فقال للملك: ابعث لي ولد مشان اعلم لك يا سحر. الملك بعث له ولد مشان يعلمه السحر. هالولد لما كان يروح لعند الساحر بالطريق كان يشوف راهب عابد، كان يجلس عنده ويحكي معه، عجبه كلامه. فلما كان يروح لعند الساحر ويتاخر، الساحر كان يضربه. فهذا الولد خبر الراهب انه الساحر عم يضربني. فالراهب قال للولد: بس تروح عند الساحر وسالك ليش تتاخر، قل اهلي حبسوني. واذا رحت لعند اهلك قالوا لك ليش تأخرت، قل الساحر هو اللي أخرني وحبسني. ومرت الأيام، فهذا الولد هو في الطريق شاف دابة عظيمة، قيل أنها أسد، قيل أنها أفعى، كانت تحبس الناس. فقال هذا الولد، قال: اليوم بدي أعرف الساحر أفضل ولا الراهب أفضل. فشال حجر، قال: يا رب، إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة. فرمى هذه الدابة فقتلها، فالناس مشيوا. فراح خبر الراهب بهالقصة. الراهب قال للولد: انت اليوم افضل مني، وانك ستبتلى، يعني راح تجيك مصائب، راح تجيك بلايا، اذا اصابك هذا الشيء لا تخبر عني. طبعا هذا الولد كان يبرئ الاكمه والابرص، كان يشفي المرضى. فجليس الملك كان اعمى، فلما سمع هيك جاب الولد قال له: بدك تشفيني؟ الولد قال: مو انا اللي اشفي، الله اللي يشفي. امن بالله، اذا امنت بالله الله راح يشفيك. فآمن بالله فشفاه الله. فالملك شاف جليسه هو أحد خواصه، أحد أقاربه، فقال له: مين اللي يرد لك بصرك؟ قال: الله. قال: ليش إلك إله غيري؟ قال: الله ربي وربك. فبلش يعذبه حتى اعترف على الغلام، فجاب الغلام بلش يعذبه حتى اعترف على الراهب. فلما جاء بالراهب فقال له: ارجع عن دينك. ما رضي هذا الراهب يرجع عن دينه، فجاب هذا الملك المنشار فشق نصفين الراهب. فجاء بجليس الملك قال: ارجع عن دينك. ما ارجع عن دينه. فجاء بالمنشار فشق نصفين. فجاء بالغلام قال له: ارجع عن دينك. قال: لا، ما راح ارجع عن ديني. فالملك يعني بعد جنوده قال: خذوه الى اعلى جبل، فاذا رجع عن دينه رجع، ما رجع زدتوه من على الجبل وتعالوا. فلما راحوا اخذوه لاعلى الجبل قال هذا الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فسقطوا، وهو رجع يمشي عند الملك. فقال له: وين اصحابك؟ وين الجنود اللي انا بعتهم معك؟ قال: كفانيهم الله. فجاب جنود غيرهم قال: خذوه وركبوه بسفينة صغيرة وودوه على البحر، إذا رجع عن دينه رجع، ما رجع كبوه بالبحر وتعالوا. فهن كانوا بهذه السفينة، فقال هذا الغلام كلمته اللي قال نفسه على الجبل، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت السفينة فغرقوا، وهو رجع لعند الملك يمشي. فقال له: وينهم؟ قال: كفانيهم الله. وقال للملك، يعني الولد قال للملك: انت ما راح تقدر تقتلني الا بشيء واحد، انه انت تصلبني على جذع شجره وتاخذ سهم من سهامي وتحطه بالقوس وتقول بسم الله ربي هذا الغلام وتطلق السهم وراح اموت، لكن بشرط انه تجمع الناس. فما كان من هذا الملك الا انه جمع الناس وحط هذا الولد على شجره واخذ السهم، قال بسم ربي هذا الغلام، وضرب السهم فجاء بصدغي براسه فمات هذا الغلام. فصحت الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الناس كلها آمنت، طبعا قالوها ثلاث مرات: آمنا برب الناس. فقيل للملك: الشيء اللي انت كانت خاف منه هاي صار، الناس كلها آمنت. فالملك ما شاف إلا طريقة، أمر جنوده أنه يحفروا أخاديد بالأرض مثل الساقية ويحطوا فيها حطب ويشغلوا النار، كل واحد يعني يرجع عن دينه يتركوه، اللي ما يرجع يلقوه ويحرقوه فيها. حتى جاءوا بأمرأة كان معها ولد صغير، فهذه الأمرأة تضعضعت وخافت،
يعني خافت انه تلقى في النار. فانطق الله هذا الغلام قال لامه اصبري يا اماه فانك على الحق. والله اعلم. يا جماعة تأخير الصلاة إلى غير وقتها عمدا مرتكب كبيرة من الكبائر، يعني ما يصلي الفجر لحتى تطلع الشمس، ما يصلي الظهر لحتى يجي وقت العصر، ما يصلي العصر لحتى يجي وقت المغرب. فقد ورد في صحيح البخاري أنه رجل أخر صلاة العصر إلى غروب الشمس أو قبل الغروب. قال النبي تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون يعني غافلون، يؤخر الصلاة إلى غير وقتها. فأقسم بالله تأخير الصلاة عمدا إلى غير وقتها مرتكب كبيرة من الكبائر، والله أعلم. يا جماعة الفرق بين البلاء والابتلاء، في بعض العلماء يفرقون فيقولون أنه البلاء هو للعقوبة أما الابتلاء هو للاختبار. أنا لا أوافقهم على هذا أبدا، لأن البلاء أحيانا يأتي اختبار. قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر. قال الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالبلاء والابتلاء يتناوبان، وما في فرق بين البلاء والابتلاء إلا زيادة التاء. طيب أنا كيف بدي أعرف أنه هاي عقوبة ولا اختبار؟ أنا إذا كنت رجلا صالحا مستقيم على أمر الله وجتني مصيبة فيكون هذا اختبار رفعا للدرجات، أما إذا كنت مفرط مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي وجتني مصيبة فتكون عقوبة. هذا والله أعلم. سلام عليكم. يا أخي عنوانك الحقيقي هو أخلاقك، فعن طريق الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانك أنه أنت تخفي اسمك الحقيقي أو صورتك أو عنوانك أو رقم تليفونك، بس أخلاقك شلون بدك تخفيها؟ شلون تحب الناس يعاملوك أنت عامل الناس؟ النبي قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فعنوانك الحقيقي هو أخلاقك. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا والله أعلم. يا جماعة بقاء الزوجة مع رجل يصلي ويقطع جائز مع الكراهة لأنه جليس سوء، أما إذا كان هذا الزوج تارك للصلاة جاحد لها ناكر لها ما عم يصلي ونصحته ودعت له وسلطت أهل فضل عليه واستمر بترك الصلاة فما بيجوز البقاء معه، لأن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا والله أعلم. يا جماعة الوساوس والأفكار اللي ما بتليق بالدين تجيك استعن بالله من الشيطان الرجيم والجاهلة لا تفكر فيها، وبإذن الله ما رح تحاسب عنا، لأنه النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فإذا أنت ما تكلمت وما فعلت بإذن الله لا شيء عليك. وقد في صحيح مسلم جاء رجال إلى النبي قالوا يا رسول الله أحسسنا شيئا في صدورنا ما لو أطبقت السماء على الأرض أهون من أن نتكلم فيه. قال النبي أو أحسستموه في صدوركم؟ قالوا نعم. قال النبي ذاك صريح الإيمان ذاك محض الإيمان، يعني هذا الإيمان الحقيقي لما أنت تكتمه وما تخبره لحدا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتجاهله. هذا والله أعلم. يا جماعة أيوب عليه السلام 18 سنة في البلاء والمرض، كل الناس هجروه ما عاد يقربوا عليه القريب والغريب إلا ابن عمه وزوجته. فمرة طلع مع زوجته قال لانتظريني حتى أقضي الحاجة، فناداه ربه أركض برجلك يعني أضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض نبع الماء، هذا مغتسل بارد وشراب اشرب منه واغتسل. فهو عم يغتسل قال النبي في صحيح البخاري بينما كان أيوب يغتسل عريانا قر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو بثوبه، فناداه ربه ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى عن بركتك. أيوب عليه السلام بعد الصبر وبعد دعاء الله سبحانه وتعالى كشف الله ما به من ضر، رجع شابا قويا نشيطا غنيا الناس كلها تلتم له. رفعه الله سبحانه وتعالى بعد الصبر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والله